كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سبق في الدرس الماضي أن الله عز وجل أمر سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى المسجد الحرام في صلاته بعد أن كان يتوجه إلى بيت المقدس. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهراً أو 17 شهراً يصلي مستقبلاً بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم عليه السلام، الكعبة المشرفة، وكان يقلب نظره إلى السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يتمنى على الله عز وجل أن يجعل قبلته إلى الكعبة المشرفة. فالله عز وجل أنزل في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني رأينا يا محمد كثرة ترداد نظرك إلى السماء، تسأل الله في قلبك أن يوجهك إلى المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها، لنصرفنك ولنوجهنك إلى قبلة تحبها وتسرك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا كنت في صلاتك التفت نحو الكعبة المشرفة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وأنتم أيها المسلمون أينما كنتم في أي بلد توجهوا بوجوهكم إلى ناحية إلى جهة المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب من النصارى واليهود، ليعلمون أنه الحق، أن هذا الحكم الشرعي حق من الله عز وجل، أو قالوا أنه الحق، أن محمداً صلى الله عليه وسلم حق، وأن الذي يوحى إليه حق، أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. في هذه الآية أيها الإخوة فوائد كثيرة. الفائدة الأولى، قال العلماء يستنبط من هذه الآية أن استقبال القبلة، استقبال الكعبة، شرط من شروط الصلاة، فلا يصح صلاة إذا لم يستقبل الإنسان فيها الكعبة المشرفة، إلا في صلاة النافلة في السفر، فلك أن تصلي إذا كانت راحلتك تمشي بك من دون استقبال القبلة، وإلا في صلاة الخوف في الحرب في المعركة ممكن أن تصلي إلى غير جهة القبلة. إذن الأصل في الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة. الآن الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته. العلماء قالوا هل المطلوب أن نستقبل عين الكعبة أو جهة الكعبة؟ جماهير العلماء يقولون المطلوب أن تستقبل جهة الكعبة، لأنه يشق على الناس البعيدين عن الكعبة أن يستقبلوا عين الكعبة. يعني هلأ إذا نحن كنا في الشام وجبنا البوصلة إنه وين جهة الكعبة، فطلعت بهذا الاتجاه، إذا انحرف واحدنا درجة واحدة
فعلى المسافة الطويلة بين دمشق ومكة بيكون معناتها الكعبة في مكان وهو في مكان آخر. لذلك قال العلماء إذا كنت بعيداً عن الكعبة فالمطلوب إليك أن تستقبل جهة الكعبة، واستدلوا بهذه الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته وناحيته. أما إذا كنت أنت في الكعبة في المسجد الحرم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحجة وعمرة، إذا كنت أنت في الكعبة في صحن الكعبة في صحن المسجد الحرم، هل لابد أن تستقبل عين الكعبة؟ فإذا التفت عن عين الكعبة فصلاتك باطلة، لأنه إمكانية استقبال الكعبة سهل جدا إذا أنت موجود في الحرم. لكن إذا كنت بعيد، جماهير العلماء قالوا لابد أن تستقبل جهة الكعبة وهذا يجزئك. الإمام الشافعي قال لابد أن تستقبل عين الكعبة، لكن إذا اجتهدت وانحرفت شيئا لا إثم عليك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسع. وهذه فائدة من فوائد هذه الآية، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآن هل نستقبل الكعبة بماذا؟ بعيوننا أو برأسنا أو بجسمنا أو بقلوبنا؟ العلماء يقولون الالتفات في الصلاة أربعة، فالتفات بالصدر، والتفات بالرأس، والتفات بالعين، والتفات بالقلب. يعني هلأ أنا عم صلي هيك باتجاه الكعبة، مرات واحد هو عم يتوجه إلى الكعبة وعم بيصلي يلتفت، إما أن يلتفت بصدره، واحد ينادي لي من هو من على اليمين قم أنا يعني انفعل معه قم التفت هيك وروح حاكي شو بدك أخي، أو التفت إليه، التفات بالصدر. وأحيانا ممكن واحد ينادي لي قم أنا التفت برأسي، وأحيانا ممكن التفت بعيني، يعني بس هيك بعيني بتطلع علي، أنا لسعته صدري ووجهي هون بس عيني، وأحيانا حتى عيني رايحة هيك بس قلبي ملتفت. الالتفات بالصدر وطوله يبطل الصلاة، يعني إذا الواحد التفت بصدره عن الكعبة المشرفة، عن جهة الكعبة المشرفة بطلت صلاته وطال. هلأ مثلا لنفترض القبلة هذا اتجاهها، فأنا رحت بخطأ ما رحت صليت بهذا الاتجاه، فبدأت صلاتي فجاء واحد منكم وقال يا أستاذ انحرف على اليمين قليلا، فالتفت أنا باتجاه اليمين مباشرة صلاتي صحيحة، أنا التفتت أول شيء بصدري عن الكعبة بعدين صححت. أما إذا طال، لو صليت أنا الصلاة كلياتها وبس خلصت واحد قال لي يا أستاذ مو هيك جهة الكعبة، مرات أنت بتكون ببيت صديق لإلك بتصلي، هو دخل يجيب ضيافة أو يجلس مع أهلي بتصلي، بس يرجع على غرفتك بيقول لك مو هيك جهة الكعبة، يعني الكعبة قبلتنا بهالطريق، يعني هيك طريقة، شو عليك بصلاتك؟ ينبغي عليك أن تعيد الصلاة إذا التفت بصدرك. أما الالتفات بالرأس والالتفات بالعين والالتفات بالقلب، هذه لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن ليست صلاتك بكاملة إذا التفت بقلبك عن ربك، أو التفت بعينك عن مكان صلاتك، أو التفت برأسك، ليست كاملة لكنها تصح الصلاة، أجزأتك لكن ما بتأخذ 100%، يعني يحسم لك علامات. طيب قالوا الآن إذا وقف أحدنا في الصلاة أين ينظر؟ إذا أنت وقفت بالصلاة أين تنظر؟ جمهور العلماء يقولون تنظرون مكان السجود. الإمام مالك أخذ من هذه الآية أنك تنظر أمامك، لأن الله عز وجل يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، اجعل وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا أنا وجهي هيك شطر هون المسجد الحرام، هون الكعبة مواجهتي قبالتي، فأنا إذا اتجهت هيك فقال أنا كيف بدي حط عيني باتجاه الأرض، هذا يشق كثيرا، قال فأنا أنظر إليها. لذلك إذا كنتم في الكعبة، إذا كنتم في الحرم المكي وصليتم انظروا إلى الكعبة، وعند جمهور العلماء حتى إذا كنت في الكعبة تنظر إلى مكان سجودك، لكن إذا كنا بعيدين نحن الآن نضع يعني نخفض رأسنا قليلا ونضع عيننا مكان سجودنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قلت يستثنى من هذا أمرين، إذا كنت أنت ذاهب في راحلة مسافر على حمص وراكب بسيارتك وحبيت تصلي ركعتين سنة صلاة الضحى، فحمص باتجاه الشمال والقبلة باتجاه الجنوب الغربي، فأنت ممكن تصلي الضحى أنت وبالسيارة، أنت قريب المراء يعني السائق قاعد جنب السائق،
ممكن بالضبط مثل ما أنا هلأ قاعد هيك، هلأ القبلة هيك، لكن أنا مسافر الآن إلى حمص وماشي السيارة، بقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الضحى، الله أكبر، أنا وقاعد، النافلة ممكن أن تصلى على القاعد، إيه نعم، وبركع وبسجد ولو كانت السيارة ماشية باتجاه الشمال، تسقط يسقط استقبال القبلة بدليل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في السفر بهذه الطريقة. أما إذا بدي صلي فرض الظهر، أنا الآن مسافر على حمص وأدن الظهر أو أدن المغرب بدي صلي، لابد وقف السيارة وانزل مشان وقف على قدمين واستقبل القبلة، هذه واحدة يعفى من استقبال القبلة. والأمر الثاني إذا كانت معركة وكانت صلاة في الحرب في أثناء المعركة كمان يسقط استقبال القبلة، لك أن تستقبلها ولك أن لا تستقبلها. لكن الشيء اللافت الموجود في كتب الفقه أنه لو كانت معركة ولو كانت تصادم سيوف الصلاة لا تسقط، يعني في معركة وفي ناس، يعني الأمر جدا شديد، الشريعة ما أسقطت الصلاة، فما بال أناس ما عنده، وليس في المعركة، هو قاعد ببيته، هو قاعد بمحله، هو قاعد بمكتبه، هو قاعد بالمشفى، هو قاعد بالملعب، لا يصلي، عنده مؤتمر بالمطار، ليش لا تصلي؟ إذا كانت في المعركة لابد أن تصلي، فما بالك في أوقات أخرى. وإن الذين أوتوا الكتاب، يعني النصارى واليهود، ليعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق من ربهم، أو أن الوحي الذي يتلى على محمد صلى الله عليه وسلم حق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هؤلاء اليهود والنصارى لو جئت لهم بكل الأدلة وكل الشروح وكل البيانات لأجل أن يتوجهوا إلى ما توجهت إليه يا محمد ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم. واحدة ثالثة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حتى أن اليهود لا يتبعون النصارى والنصارى لا يتبعون اليهود، هذا على العموم إلا من رحم ربك إذا كان هناك استثناء، وقد أسلم بعض النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعض اليهود، لكن الأكثر لم يسلم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، هذا الكلام مخاطب به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المراد به أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن اتباع أهواء الناس. لكن هذا الكلام لكم يا شباب ولي ولكن أيتها الأخوات كبيرات وصغيرات، ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء الذين لا يتبعون قبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. مرات في أخ بيصلي، له صديق لا يصلي، شو معنات لا يصلي؟ يعني لا يتبع قبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو مسلم بس ما بيصلي، ما بيصلي ومو ندمان. في مرات هلا واحد ما بيصلي بس ندمان، بيقول لك الله يغفر لي، ادعي لي يصير مثلك، ادعي لي يصير ملتزم، منيح هذا مذنب لكنه يرى في نفسه الخطأ. لا لا، في واحد مذنب وبيجي بيقول لك أخي أنت لساعتك عم تصلي، إن شاء الله نفكر الدين بالصلاة، أنت الله أكبر، وبيجي بقال بده ينهاك عما تفعل أنت. مرات أخت بتكون الحمد لله ملتزمة بالصلاة والعبادة، بتجي إلى قريبة، ممكن تكون هذه القريبة مسلمة لكنها بعيدة عن الله أيما بعد، بعيدة عن قبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لها أنت لساعتك عم تصلي، إن شاء الله نفكر الشغلة بالصلاة، أختي الدين بالمعاملة، عم تحطي إشارب، إن شاء الله نفكر أنت الدين بالإشارب، إيه شوفي شلون، شو ختيرتي 20 سنة زاد عمرك، إيمي إيمي هذا الإشارب. بس قبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي، وقبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يلتزم لباسا شرعيا، وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل الربا، وقبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله تعالى. فأحيانا يأتيك من يريد أن يثنيك عما أكرمك الله تعالى من الإقبال عليه، دير بالك أن تتبع أهواءهم، هو إما شريعة الله وإما أهواء الناس. نصيحة يا أخوان، نصيحة، بداية اجتهد ألا تصحب إلا صالحا، اجتهد ألا تكون إلا مع أهل الخير والسلامة، وقد قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلاحا ورشدا
وكرامة، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالنصيحة بداية يا إخوان يا شباب يا بنات، لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. لا تقعد اشتيت، حتى ادعي في ليلك ونهارك. إذا أنت بتبيع وتشتري، ادعي إنه الله يجعل زباينك من أهل الصلاح والتقوى. ادعي الله يجعل طعامك لا يأكله إلا تقي، ولا تأكل إلا طعام تقي. اسأل الله عز وجل، والله إذا صدقت مع الله عز وجل الله بيكرمك. وابحث عن عمل هذا مجراه، يعني لا تروح على أعمال بدك تبيع سلع، مين بيشتريها هي السلع؟ بيشتريها أهل الضلال وأهل السوء وأهل الفحش، بيصيروا زباينك كلهم من هالنمرة، من هالنمرة. يعني ادعي واجتهد أن تكون مع أهل الخير والصلاح بداية، حتى إذا أردت أن تصاحب من أصحابك في الجامعة، في الكلية، في المدرسة، في الجوار، حتى جوارك بالبناية. لما بدك تشتري بيت كتير مهم تسأل مين ساكنين بهالبناية، مين الجوار. إذا جوارك من أهل الصلاح، من أهل الخير، من أهل الرشاد، الله وكيلك، تسعد أنت ويسعد أولادك ويسعد أهل بيتك. أما بعيد من هون، إذا الجيران من أهل الفجور، من أهل الفحش، من أهل السوء، الله وكيلك ستتأذى بلا ريب، وسيتأذى أولادك، أردت أو لم ترد. لذلك اجتهدوا يا إخوان أن تكونوا دائما مع الصالحين، مع أهل الخير، لأنك إذا كنت معهم في الدنيا إن شاء الله، إن شاء الله تكون معهم في الآخرة. هلأ إذا ابتلي أحدنا بأن يجالس أو يعاشر أو يبايع أو يخالط أناس من أهل الشر والضلال، انتبه أن تتبع أهواءهم، لأن الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالخطاب نحن: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. يعني عجيب، تجد مسلم أو مسلمة، أنا أسمع أحيانا أنه والله في بعض الأخوات أو يعني السيدات المسلمات شلحت إشاربة. ليش شلحت إشاربك يا بنتي؟ قال لأنه هي سمعت في واحد عم يحكي على اليوتيوب، في له يعني مقاطع عم بيأكد أنه ما في حجاب بالإسلام. هل الأخت يعني من مواليد أنه عام؟ أخي هي من مواليد عام 1980 مثلا، يعني بالهجري قديش أخي هي؟ هي 1403، يعني الإسلام قديش صلوا جاي على الأرض؟ مبارح نزل الإسلام، الإسلام صلوا 1400 سنة على الأرض، و1400 سنة نساء المسلمين بتحط إشاربات وحجابات. الله أكبر، مين هذا العبقري يلي جاء بعد 1400 سنة ليكتشف اكتشافا مهم جدا في الدين أنه أخي الحجاب مو من الدين؟ فظيع هذا الرجل يعني. و1400 سنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعيهم وعلماء كبار كلهم ما يفهمون. هذا الرجل يلي على اليوتيوب عنده 3 مقاطع، كل مقطع منه نص ساعة، قال والله أقنعها. أقنعها سامحني، لأنه هي فارغة. الفارغ سهل أنك يعني تملأه بما شئت أخي، بس كلامه يعني بتحسه منطقي. كيف؟ أين المنطق؟ أين المنطق برجل يخالف جماهير الأمة؟ الله أكبر، منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، المنطقي؟ هذا جنان، هذا جنان. يعني واحد يخالف كل هؤلاء الناس ويخالف تعاليم الله وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم هذه الأمة. مرات واحد بيقول لك يا أخي، تعرف في واحد عم يحكي على، في له مقاطع كمان هيك على اليوتيوب، طلع معه مثلا أخي قال الزكاة اللي عم يدفعوها المسلمين، كل المسلمون من وقت ما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لليوم كلهم بالزكاة خطأ. ليش أخي خطأ؟ قال طلع لأنه السنة الحول مو سنة، مو سنة 12 شهر، لا 10 أشهر، عم بجيب لك أدلة من القرآن ومن السنة. الله أكبر، شو الاختراع؟ وكله هدون يعني 1400 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكل الصحابة وكل التابعين وكل تابعيهم وتابعيهم وتابع، كله خطأ. قال بس أقنعني، سامحني أقنعك لأنك أنت من قريبه، يعني عرفت علي؟ أما اذهب إلى أهل العلم، لا تأخذني يعني، معلش هو اختصاص،
اختصاص أنا الآن لا أعرف بالهندسة، يعني أي واحد بيركب لي شيء 10 جمل بالهندسة راكزين مع شيء مخطط هيك حلو بقول لك والله قنعني بالهندسة، قنعني بالهندسة أني أنا لا أعلم بالهندسة شيئا، بس تجيب له المهندسين يقنعهم لجوف له المهندسين هل هذا المخطط صح لما مو صح. بالطب أنا بقدر بقنعك بالطب لأنك أنت خاوي عندك خواء في الطب، أما جيب الأطباء خليهم هم يقنعهم في هذه المسألة الطبية أو لا يقنعهم. كمان إذا أنت عفوا هذه الأخت أو هذا الشاب خالي من المادة الشرعية بيقول لك يا أخي أقنعني، وهذه مشكلة أيها الإخوة أن يكون المسلم ليس له مرجعية فيوم يذهب نحو الشمال ويوم يذهب نحو اليمين. بزمناته جاء رجل ليقول إن الإسلام لا يوجب على المرأة حجاب ولا فكتبا، وقال فقط لباس السباحة هذا هو المفروض، أما الباقي كله هذا هي فري، يعني شو بدها بتساوي، وهذه أذواق وأعراف. شو هذا بيجي بعدين بيجي واحد بيقول لك يا أخي أقنعني، أقنعني يا أخي ليك والله وكيلك طابع كتاب أنا قريته بالكتاب. شو يعني وإذا قريت بالكتاب مما بده الآن بيكتب وبيطبع وينزل إلى الأسواق. وهكذا ومثل هذا يأتي، فالله عز وجل قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. أحيانا يا شباب عفوا يعني بيكون شاب له أصحاب يذهبون به باتجاه شرب مسكرات، كيف يا أخي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. أحيانا امرأة زوجها يدعوها إلى أن تجالس أصحابه الشباب ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. أحيانا صار في مسلم بيقول لك أخي أنا ما بدي يعني موضوع تحكيم الشريعة واللي حلال وحرام بقلب المحل أنا ما بريد هذا الشيء، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. مرة أذكر بأن شابا جاء يستشيرني في مسألة شرعية متعلقة في خصومة مالية بين أبيه وبين رجل بالمحل، فقلت له والله إذا الكلام على ما تقول فالأمر كذا وكذا، وهو مو أبوك اللي معه حق، الشخص الآخر هو اللي معه حق. رح لعند أبوه قال له يا أبي الشيخ هكذا قال، عرضت عليه المسألة وهيك قال. قال له شو دخل الشيخ بالمحلات ومين أنت بعدين قال لك روح تسأل شيخ، شغلات الأمور المالية روح اسأل التجار، أما الدين ما دين لا تجيب لي سير الدين، دين بس بالجامع هون. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يا إخوان إذا لم نحكم شرع الله في كل حركة من حركاتنا وسكنة من سكناتنا نحن ما مسلمين، نحن أجزاء مسلمين. وبزمنات اليهود هكذا فعلوا، والله عز وجل عاب عليهم وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم أنا بخطئ أنا بقصر أنا بنسى، بس أقل شيء أنا ألوم نفسي أنه أنا والله بهذا الأمر ما عم بحكم الشرع بس أنا مقصر، أنا إن شاء الله بدي أمشي بهذا الاتجاه لكني عم بروح أتعلم شان أحكم الشرع، أما أنا لا أحكم الشرع ولا أريد أن أحكم الشرع. أنا ما بدي أعطي إخواتي حقهم بالإرث ولا أريد. وأنا أفاجأ يا أخوان وأنتم تسمعون في أشخاص يصلي ويصوم بيقول لك أخي سيرة توريث البنات ما تفتحها بنوب، بنوب ما بتفتحها، لا يستحي، ما عم يستحي من الله، ما عم يستحي من دين الله، ما عم يستحي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو على كيفك بدي افتحها، لأن الله عز وجل هو الذي أمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم. وإذا أنت ما بدك تساوي هيك أنت تتبع هواك، سامحني. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وهذه إن تفيد التأكيد والإذن تفيد التأكيد، والظالمين اسم جمع محلى بأل يفيد التأكيد، من لا يريد أن يتبع أمر الله عز وجل سيكون من الظالمين. طيب والظالم شو يعني عقوبته؟ سيسلط عليه ظالم آخر، هو ظلم نفسه بمخالفة أمر ربي. فيا أخوان كل واحد ويا أخوات كل واحد بناتنا يراجع نفسه، احذر أن يأخذك الذين يتبعون الشهوات كما قال الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، احذر أن يأخذك الذين يتبعون الشهوات عن الصراط المستقيم ويجعلونك تميل وتبتعد عنهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني يا أخوان، واحد ما يشك في ابنه، يعني هذا ابنه لا يشك فيه. النبي الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى يا محمد يعرفون أنك على حق، ويعرفون أن أحكام الشريعة حق كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هلأ في فريق منهم أسلموا، في فريق منهم آمنوا، لكن هم الأقل، بس في فريق كتموا الحق وكتموا ما أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل. وبالمناسبة، حتى من الناس الذين لا ينضبطون بالشريعة في داخلهم حرقة لهذا الانضباط، بس يكتمون الحق وهم يعلمون. يتمنون أن يكونوا مثلك، أن يصلوا كما تصلي، أن يصوموا كما تصوم، أن يغضوا أبصارهم كما تغض بصرك، أن يحضروا في مجالس العلم كما تحضر، بس يكتمون الحق وهم يعلمون. سبحان الله، الإنسان دليله إلى الله فطرته، الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فطرته توحيد الله، فطرته الإنابة إلى الله، فطرته الخضوع إلى الله عز وجل. لكن تأتي هذه الحياة الدنيا وتأتي الأهواء والشهوات فتأخذه عن هذه الفطرة. فأهل الضلال في داخلهم، في فطرتهم، محب لأن يكونوا مثلك، لكنهم يكتمون الحق. والله مرة يا أخوان اجتمعت مع رجل، يعني أنا أعلمه من سيرة حياة الرجل، من الشر الله به عليم، من الفجور الله به عليم. هو مسلم، لكن يعني من أصحاب الفجور والشرور والآثام والكبائر والموبقات. الحقيقة أنا هذا الرجل رأيته في المنام، ورأيته يخطب على منبر. قلت الله أكبر، يعني لما استيقظت شيء عجيب. هذا أنا بعرفه مسبع الكارات، يعني شلون هذا عم يخطب على منبر؟ وصلت لهون. والله وقع في خاطري، قلت لعل الله عز وجل يعني يلهمني أنه بركي روح أحكي معه أنا، يعني أدله على الخير، أدعوه إلى الخير. في بيني وبينه جوار، يعني هو جوار بعيد. قلت والله بدي أروح لعنده. فذهبت إليه وقلت له أنا في العادة إذا مررت أمامه أسلم عليه سلاما، بس المرة سلمت وقفت وصافحته. قلت له: يا فلان، أنا بحاجة لك بموضوع، بدي حاكيك موضوع. فهو استغرب، شو بده مني الشيخ؟ يعني هو بيعرف حاله لأنه طيب، بس أنا أردت يعني أن هيك أدعوه إلى يعني الاستثارة. قلت له، قال تفضل. قلت له: لا، مو اليوم، بكرة بدي أجي لعندك على الساعة 5 العصر، بدي إياه يضل هيك شي يوم، يعني عم بفكر شو بده هالشيخ مني. ثاني يوم الساعة 5 جئت إليه، قال تفضل إلى بيته. أنا صدق بخاف أن أدخل إلى بيته، يعني لأن ما بعرف، يعني كثير شيء عكر كثير الله يعينه. قلت له: لا، بتمشى أنا وياك. فوالله طلعت تمشيت أنا وياه. بقى هو بالجملة خطية من كتر معامل السبع وزمتها، هو خريج حبوس كمان، يعني ما بيطلع من حبس إلا بيفوت لحبس، كل مرة بقصة. المهم أنا والله يا جماعة قلت له: لا، بتمشى أنا وياك. طلعت أنا وياه، تمشينا، حطيت إيدي بإيده هيك، قلت له: يا فلان، أنت مطلوب. يا لطيف. هو سمع أنت مطلوب وسحب إيده مني هيك، وبالطريق قال لي: أقسم بالله مو مساوي شيء، أقسم بالله ما صلي مدري قديش طالع، بصوت عالي بقى، هو ما تحمل يعني. قلت له: وطي صوتك يعني بالطريق. قلت له: يا رجل، أنت دائما بتكون مطلوب لأهل الأرض، بس هالمرة مطلوب لأهل السماء. هو جمد هيك، شو يعني، شو القصة؟ اللي ما فهمت. قلت له: أنا شفتك بالمنام تخطب على منبر، لك يا فلان أنت، أما أنا لك أن ترجع إلى الله، ما بدك تستحي، ما بدك تخجل، ما بدك تعتذر إليه، ما بدك تتوب. يعني بدأت هيك أكلمه. والله يا أخوان والشاهد هون، مشينا وتكلمت، تأثر هو. قال لي: والله يا دكتور،
شايف أنا قديش هو يقول عن نفسي، شايف أنا قديش يعني بفعل أشياء شريرة، اللي أنا في ليالي أبيت على وسادتي وأنا أبكي. يا إخوان، الإنسان في فطرته مفطور على الصواب، يعني هذا الرجل يفعل أفعال من الكبائر متعددة، بس هو يقول بأنه يبيت باكيا، أنه هو أنا ليش هيك. فطرة الإنسان تدعوه إلى الرجوع إلى الله عز وجل، بس أهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الموبقات بغطوا له هذه الفطرة فيذهب باتجاه الفحش والسوء. سبحان الله، ودعيته إلى المساجد، دعوته، جاء أحيانا بعدين ما عد رأيته. نسأل الله له الهداية ولكل المسلمين. فالآية تقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. مرات يا إخوان، واحد بيقول: يا أخي والله بزحمة هذه الحياة والأفكار وأجهزة التواصل وقنوات الإعلام ما عاد عرف وين الحق. فالله عز وجل أنه بالقرآن الكريم، يلي له دليل إرشادي بيرتاح، يلي ما له دليل إرشادي بيضيع. مرة بيقولوا له على اليمين أخي، بيروح عشمال، للأمام، للخلف، بيروح. أما يلي له دليل إرشادي بيرتاح. الحق من ربك، ما في حق على وجه هذه الأرض يا أيها الإخوة إلا هو الذي ينزله رب العالمين. الحق من ربك. فكلما رأيتم فكرة أو سلوكا أو معتقدا أو مادة علمية تعارض ما أنزل ربنا، ارمي بها في الأرض، لأنها ليست من الحق في شيء. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين. لا تشك، لا تضيع، لا يصيبك وهم، لا يصيبك ظن. 100% الحق من ربك. فمهما سمعت معتقدا أو فكرة أو سلوكا، سل الدليل الإرشادي، سل القرآن، سل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سل العلماء الذين يعلمون بهيك، هل هذا يوافق الحق؟ فإذا وافقه فعلى العين والرأس، وإذا خالفه فقل هذا فراق بيني وبينك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون الحق، ومن الذين يقولون الحق، ومن الذين يعملون بالحق، ومن الذين يرون الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونعوذ بك من الأهواء التي تضل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حفظ القرآن الكريم ليس سهلا، بحاجة إلى صبر، واستعينوا بالصبر. درب نفسك على أن تحبسها على ما تكره إذا أردت أن ترقى، إذا أردت أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة. فصبر عن المحرمات، وصبر على الطاعات، وصبر على البلايا والمصيبات. أحيانا وأنت سالك في درب الله، وأنت تمشي في الصراط المستقيم، تصيبك سهام البلايا والرزايا، يأتيك مرض، يأتيك تعب، يأتيك غم، يأتيك ابتلاء، يأتيك فقر، تأتيك شدة. إيش بدك تفعل؟ بدك تفعل ما قاله الدليل الإرشادي: استعينوا بالصبر. الآن بنو إسرائيل أنعم الله تعالى عليهم نعما كثيرات، فبدل أن يلتفتوا إلى الله عز وجل بالشكر، ابتعدوا عن الله عز وجل بالكفر. فهذا الكلام يا إخوان، وإن كان حديثا عن بني إسرائيل، لكنه الحقيقة الكلام لنا، لأن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المقصود به كل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بل عباد الله عز وجل أجمعين. فكل واحد يراجع نفسه، إذا رأى من فضل الله تعالى عليه الشيء الكثير فليزدد من الله تعالى قربا، وليلتزم أوامر الله. يا إخوان، مطلوب إلينا أن نذكر نعم الله تعالى علينا، أن نشكر نعم الله تعالى علينا، وجزء من الشكر أن تذكر نعمة الله تعالى عليك. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح، يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. مو لأنه السي في تبعك قوي أنت صرت بهالمكانة، أقسم بالله في سيفيات أقوى منك بكثير بكثير، ما صار له مثل ما صار لك، بس أنت فضل الله تعالى عليك. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب